تنشوف هذه القضيه انها خصها تكون هي قضيه تهتم بالناس الامازيغيين، لانهم انا بغي يديروا هاد يحتفلوا بهذا السنه الميلاديه ديالهم هما، يحتفلوا بها هما، ولكن ما تنظنش انها خصها تكون عامه على المغرب كامل، لان حتى نحتفلوا بالسنه الميلاديه ديال هاد الميلاديه لان شامله المغرب كامل، ولكن هذه ديال الامازيغ انها تتخصهم غير هما. نحتفلوا بها المغربيه، حنا كنا الحمد لله خوت، ما كان حتى شي فرق ما بين مغربي مغربي، سواء مازيغيه ولا عربيه ولا، كنا الحمد لله خوت. تكون حقيقيه بحال الانسانيه، جميع الوسائل، جميع الناس يعيدوا بالحاسه المازيغيه، الشلوح والعرب وكل شيء بحال هكا، عيد واحد كاين. ممكن نحتفل بالسنه الامازيغيه، وخا الناس ما معترفينش بها انا ممكن نحتفل بها. كيفاش كنشوفوا الاحتفال الامازيغي؟ خاص المغاربه يحتفلوا براس السنه الامازيغي، لان الامازيغيه فاش كان انتصروا الامازيغ على الفرعه، اذا التاريخ خاص المغاربه يشوفوا يقراوا تاريخ الامازيغ. كنحتفلوا بها في نهار 13 يناير، كنسميوها يناير، وكان انا كنسميها السنه الفلاحيه، وهذا هو كنحتفلوا بها على حساب المواد اللي عندك في المنطقه ديالتك، كتحطها فوق الطابله وكياكلوها ويتجمعوا عليها العائله. الامازيغيه اولا ما تنفهمهاش وما تنتكلموش بها، وهذا هو السبب اللي تيجعلنا ما نحتفلوش بها. كون كانت شي لغه مفهومه من غير اللغه الامازيغيه، بحال اللغه العربيه ولا اي لغه، على السنه الميلاديه تنحتفلوا بها، حيت الناس قراونا اللغه الفرنسيه وتنعرفوا، ولكن اللغه الامازيغيه واخا تيتكلم معنا الانسان يكون قدامي ما تنعرفوش ليها. وهي في الحاره يعني هي قبل من السنه الهجريه وقبل من السنه الميلاديه، يعني قديمه، اون بليس دو سا يعني المغرب يعني عنده حضاره قديمه، يعني خصو يحتفل بها كاملين. لي امازيغيان مغاربه يعني عندهم واحد يومي بحال نقولوا ان فيت ناسيونال، خصهم يحتفلوا بها. نحتفلوا بها ضروري نحتفلوا بها. كي بحالها كي بحال الهجري كي بحال الميلادي كي بحال كاع كل شيء، لان تنامن بالله وملائكته وكتبه ورسله جميع الناس كاع. كما هما كيحتفلوا بعيد النصارى، حتى هما ممكن يحتفلوا بعيد السنه الامازيغيه او عيد المولد النبوي الشريف. انا بالنسبه لي انا كنعترف به، لانني عندي واحد نبذه قصيره على العيد او على السنه الامازيغيه، نبذه قصيره، ما عنديش واحد المعلومات كامله.